معالي الشيخ ايضا هذا السائل يقول من اسباب التشاحن والتباغض اولا طاعه الشيطان وفي ذلك يقول الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا يسال بارك الله فيكم يقول كيف نتخلص من نزغات الشيطان تتخلصون من نزغات الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى والله ذكر أن الشيطان وسواسٌ خنَّاس، وسواسٌ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وخنَّاسٌ إذا ذكر المسلم ربه فإنه ينخنس ويبتعد عنه، نعم.